الأقصان ثابتين في الكرمة يسوع بشهادة لكل الناس وانتم نور للجموع. يلا بعد الماوية نتشارك المسؤولية ونخلي رسالة الكرمة توصل كل البشرية. هللويا، مبارك اسم الرب. احبائنا مشاهدي قناه الكرمه في كل مكان في العالم، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الكرمه مباشر. جايين النهارده مع حضراتكم نقدم ذبيحه شكر وحمد لالهنا العظيم، وجايين نقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين. مناسبه عيد الشكر جايين نقول يا رب شكرا من اجل عملك وصنيعك، شكرا من اجل العطيه التي لا يعبر عنها، شكرا من اجل يسوع اللي مات و لأجل خطايانا وقام من أجل تبريرنا ليعطينا حياة أبدية فيه. وعايزين نقوله كمان يا رب شكرا، شكرا لأنه بيك، بيك وحدك نحيا ونتحرك ونوجد. عايزين نقول رب شكرا لأنك بتقودنا في موقف نصرة كل حين في المسيح يسوع من أجل أن تظهر بينا رائحة معرفتك في كل مكان. أهلا بيكم، بدعوك النهاردة خلال الساعة وثلث أو الساعة وربع الجايين إن أنت تيجي وتشترك معانا في تقديم هذه الذبيحة، ذبيحة الشكر والحمد لإلهنا العظيم. أحب في البداية أرحب بضيوف حلقتنا النهاردة، وهم اللي بشكر رب فعلا من أجلهم. الرب بيظهر بيهم رائحة معرفته في كل مكان من خلال خدمتهم وصلواتهم وتسبيحهم. معانا النهاردة جناب القسيس يونسان بولس راعي الكنيسة الرسولية بوكالة البلح. أهلا بيك حضرة القسيس. أهلا بيك يا أخت منال. مبسوطة قوي أكون معاك وبتبارك دايما، ومبسوطة إن أنت تكون معانا في عيد الشكر ونقدم هذه الذبيحة لإلهنا العظيم مع بعض. وأنا كمان مبسوط لأن بحب الشكر جدا. هاليلويا. كمان فرحانة قوي إنه يكون معانا القسيس الرائع والمرنم الحلو، مرنم الكنيسة الحلو، جاي النهاردة علشان نقدم مع بعض ويقدم معانا هذه الذبيحة بالتسابيح لإلهنا العظيم، القسيس ريمون رفعت. أهلا بيك حضرة القسيس. أهلا بيك. كل سنة وانتي شاكرة. آمين آمين آمين. مصدقة النهاردة الرب يقدم بينا لشخصه النهاردة بالروح القدس ذبيحة شكر وحمد تليق بمجده. النهاردة يخرج مننا النهاردة قلب شاكر، قلب شاكر. مش بس قلبي هيشكر النهاردة، كمان ولساني كمان هيشكر النهاردة من أجل صنيعه وعمله في حياتنا. قبل ما ندخل في موضوع الحلقة عايزة أطلب من جناب القسيس أنه تقودنا في صلاة، وبعد كده نروح للتسبيح والشكر مع أخونا القسيس ريمون. أمين. يا رب بنباركك، بنسبحك، بنعليك، أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. بنشكرك لأجل هذه الفرصة اللي فيها بتعلمنا، بتفتح عينينا، بتكلمنا. صلاتي الآن يا رب لكل حد حاضر معانا بيتابعنا، نور إلهي، إعلانات سماوية تفتح أذهاننا يا رب وتحدث نقلة في حياتنا، وكلمتك وحقك وحضورك يشفي ويحرر ويغير ويطلق كثيرين، وتدينا نكون بنقدم لك ذبيحة شكر لأنك مستحق يا رب، وألسنتنا وقلوبنا تتغنى بيك لأنك عظيم جدا، لأنك إله حي، لأنك بتصنع الخير دائما. مبارك اسمك الأبد، مسحة غير عادية واستثمار لهذا الوقت بقوة لمجد اسمك يا رب، لكل المجد. آمين. بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة عالمراحم والأمانة والمحبة الغامرة، حمد وعيد شعب جدل من ظهر الشكر تجاه رفعها ايد شهد مع القلب الفائض عرفان، متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق، بركتك شفاهنا
يا إلهنا والقلوب الساجدة عالمراحم والأمانة والمحبة الغامرة. ننسى ازاي اللي قلنا عليه شر كبير؟ شفنا ازاي اتحول لنا بعنايتك للخير. متشكرين على كل شيء مطمنين لك في طريق بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب الساجدة عالمراحم والأمانة والمحبة الغامرة. متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق. هللويا، متشكرين على كل شيء. نعم حقيقي متشكرين. هللويا. موضوع الشكر ده من الموضوعات المهمه قوي قويه قوي، اللي متهيألي ما نقدرش يعني نعيش غير لما يكون عندنا هذا القلب الشاكر. الحياة بدون هذا القلب الشاكر الممتلئ بالشكر في كل الظروف، ودي المعادلة الصعبة اللي بيعملها فينا الروح قدس. يعني وانا بفكر ازاي يا رب انت بتعملها، ازاي مع الحزن تعزية تيجي ازاي؟ أيوه. ازاي مع الألم سرور تعملها ازاي؟ لكن دي حاجة يعملها فينا الروح قدس بس. نعم. هو اللي يعرف خلق الإنسان، هذا الإنسان وكونه على شكله وعلى صورته، وبالروح القدس حط فيه هذا التكوين، يقدر مع الحزن يتعزى ويقدر وهو متألم يبقى عنده سرور في نفس الوقت. وده يستحق الشكر. yes. شكرا 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 يا رب من أجل اللي انت بتعمله فينا بروح القدس. أسيس، عايز أعرف النهاردة ونعرف إيه هو الشكر وإيه هو حالة القلب الشاكر اللي الرب عايز ينقلنا ليها. أنا مش عايز بس شفايفي شكرا 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 شكرا. كل الناس بتشكر متهيألي ربنا، الصالحين والطالحين كل الناس بتشكر ربنا، لكن أنا عايز هذا القلب، حالة هذا القلب الشاكر اللي بحسب قلب الرب. أنا عندي تعريفين للشكر لأنه ليهم حالتين. الشكر كحالة قلب، أني عندي جوه قلبي امتنان للرب وقادر أشوف الحاجات الجميلة الكتيرة جدا جدا اللي بيعملها، فجوه قلبي حمد واعتراف بجميله وإحسانه، لأني شايف البركات الغير عادية اللي صعب أقدر أعدها. كل شوية تكتشفي بركات بركات في حياتنا هو مصدرها. فده جانب اللي فيه القلب فيه بيبقى عايز يقول للرب أنا ممتن على البركات ديت. بس كمان في تعريف تاني، أني أقبل برضا الحاجات اللي بتحصل اللي تبدو في عينيا مش عاجباني، ضدي، مش حلوة، هقبلها برضا لأن عندي إيمان أنه صالح وأنه حكيم وأنه بيحول لعنة البركة وأنه بيقدر يغير المشهد اللي يبدو ضدي ويطلع من الجافي حلاوة. هللويا. فأنا باخد التعريفين من ناحيتين. أيوه مظبوط. أسيس شمعون، لا يعني هقول ايه بعد الكلام اللي اتقال؟ يعني بصراحه هو الفكره كمان انه الاسيس قال الامتنان، وفكره الامتنان هي مش بس مجرد وقت بقول فيه شكرا في الوقت ده او على الحاجه دي. امتنان بحس ان هو حياه في يومي طول الوقت، وانا عايش وانا بتحرك وانا بعمل اي اعمال حياتيه، انا وانا بعمل كده انا ممتن للرب، وانا في الحياه دي وانا ماشي معاه، وده في حد ذاته يعني حياة مفرحة ومطمئنة في نفس الوقت. أنا عايز أعلق على لفظ الامتنان بس اللي قاله أسيس ريمون، لأنه الامتنان كمان هو طريقة بشوف بيها الحياة، يعني النظارة اللي ببص بيها على الدنيا. لو بعرف أشوف الأمور الجميلة هيبقى دايما عندي امتنان، حتى لو عندي تحديات صعبة، حتى لو عندي أمور متعبة، هبقى قادر أبقى شايف ربنا في تفاصيل كتيرة
وجوه قلبي ممتن لي وسط الألم. فدي كأنها طريقة نظرة أنا بشوف إزاي، وبعرف أشوف ربنا في الأحداث وانبهر بيه وابقى فرحان بيه وبقدر أميز أهو في وسط الأحداث دي أنا شايف ربنا في القصة. ده يمكن يخليني أشوف أنا شايف الأمور والأحداث أوقات نشكر ربنا، هنشكر ربنا ده احنا بنمر بظروف صعبة، حروب، ضيقات، أخبار موجعة للقلب فعلا، وأخبار موت حوالينا في كل مكان في العالم، وأمراض صعبة وحاجات صعبة، لكن لما تيجي تفكر أنه الامتنان، أنا عايز النضارة دي، أنا عايز أشوف الأحداث يا رب بعينيك أنت، بعينين الشكر، بعينين الامتنان، فأقراها وأشوف منها هدفك إيه، غرضك إيه، أشوف أنت صالح قد إيه. أنا يعني الشكر ربنا مشي معايا في حياتي الشخصية، مش كده بقول لك أنا بحب الشكر. من أول الحاجات اللي رب اشتغل بيها في حياتي وأنا في سن ثانوي، كأن واحد مشي معايا سكة يعلمني إزاي يكون عندك القلب الشاكر وتبقى قادر تعيش حياة الشكر. أول مرة كنت اختبار سمعته من خادم، وكان ده بداية سكة ربنا يمشيني في الطريق، وكان اختبار حقيقة بالنسبة لي أذهلني. القصة بتقول إنه حد كان في حادث يعني ودخل المستشفى وعملوه عملية وحطوه مع مجموعة تانية كلهم حالات صعبة جدا. فالممرضة بالليل ماشية جنب باب الأوضة دي فسمع صوت بيقول أشكرك يا رب أشكرك يا رب، فما عرفتش تمشي، قالت الحالات اللي جوه دي كلها متدمرين إزاي يطلع شكر من هنا. راحت واقفة ومولعة النور ودخلة الأوضة بتبص مين اللي بيشكر ده، فلقت الشخص مفتح عينه وبيشكر ده، فرحت له قالت له أنت بتشكر ربنا؟ قال لها آه. قالت له أنت فاهم أنت حصل لك إيه؟ كان لسه فايق من البنج. فقال لها آه، أنا قعدت بإيدي أحسس على جسمي لقيت رجل اتبترت بس في رجل تانية موجودة، فأنا بشكره على الرجل التانية اللي موجودة. وأنا بسمع الاختبار ده حسيت إياه الشخص اللي عنده قلب شاكر قادر يشوف، ما شافش الرجل اللي اتبترت ومكسور عليها، هو شاف ان في رجل تانية موجودة وبيشكر عليها. هاليلويا. فكان بالنسبة لي نقلة في ان افكر ازاي في الشكر. يعملها فينا روح قدس النهاردة احنا والمشاهدين. أمين. يحول عينينا النهاردة ويدينا هذا القلب المليان بالعرفان والامتنان، فتكون حالة قلبه طول الوقت الحالة العادية اللايف ستايل بتاعنا اليومي ان انا اشكر. ايه شكل القلب الشاكر ده؟ ايه سماته؟ ليه اكتر من سمة فعلا القلب الشاكر، لانه الشكر مش مرة في السنة، مش عيد، مع انه ده جميل جدا، انا بنبسط قوي ان امريكا وبتعمل فكرة عيد الشكر يعني. بس الحقيقة الشكر هو حالة يومية دائمة وتدريب على أني دائما قاعد أشكر. أنا بتحرك كل ما بشوف حاجة أنا قادر أشكر ربنا عليها. أنا دلوقتي كلت فبشكر ربنا أني كلت، مش أني في أكل، أنا عرفت أكل، ما هو غيري مش قادر يأكل، ففي نعمة أن أنا عرفت أكل فبشكره. طب ده في أكل بشكره أني في أكل، طب أنا فتحت حفلقة مية دي حاجة جميلة جداً محتاج اشكره عليها. طب انا خدت شاور دلوقتي الصبح، انا بشكرك ان انا عرفت اخد شاور لنفسي. انا قادر كانه انت وانت ماشيه في كل الاحداث بتشكري لانك بتشوفي حاجات جميله. فالقلب الشاكر ده اللي هو يوميا وعلى طول في الشكر ليه فعلا بعض السمات. رقم واحد هو بيقدر يشوف الحاجات الحلوه ويفتكرها. ليه؟ لان احنا بننسى الحاجات الحلوه ربنا بيعملها في حياتنا. فالقلب الشاكر هو قلب متدرب على تذكر الامور الجميله ويرددها. كاتب مزمور 145 يقول له بعظمتك احدث ذكرى كثره صلاحك يبدون. يعني انا قاعد اقول له قد ايه هو صالح، انا بحكي عن ده وقعد افتكر له كل خير وافتكر هو عمل معايا ايه. أيوة. وافتكر البركات القديمه. ومهم ان انا اتدرب اعمل كده لان ده انا دور بعمله. روح القدس بيبدا يقول لي انت متضايق دلوقتي؟ اقول له اه. يقول لي فاكر الرب عمل معاك ايه من سنتين؟
من 5 سنين، من 10 سنين، وأول ما ذهني يفتكر روحي تبتهج ورجاء يملأ قلبي. أرمية عبر باختبار زي ده، أرمية في مراسي أرمية صح 3، وأدعو المشاهدين يعني لو حبوا يعملوا كده معايا، من عدد 1 لحد عدد 20 هو قاعد يذكر الألم والوجع والتعب اللي عنده. ذكر 19 حاجة متعبة موجعة مؤلمة، ويقول ألفاظ صعبة، وفي الآخر قال إنه لما بذكر الحاجات دي أنا بتملي مرار علقم ونفسي تنحني فيا. ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا. ده عدد 20. إصحاح كام؟ مراسي أرمية 23. فهو بيقول أنا ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا. وكأنه بالظبط كل ما بقعد أتذكر الحاجات الوحشة، الحاجات الصعبة، الحاجات المؤلمة، الحاجات اللي أنا عبرت بيها، نفسي بتنحني. شايفة التعبير واضح إزاي؟ عدد 21 بقى، شوف النقلة الرهيبة اللي بتحصل في عدد 21. أردد هذا في قلبي، أنا هكرر أبدأ أفكر في الحاجات الحلوة اللي ربنا عملها في حياتي. هو ذكر الحاجات الصعبة انحنت نفسه فيه واتملى مرارة، ومخد قرار أنه يردد في داخله في قلبه الحاجات الحلوة ربنا عملها معاه. النتيجة بقى يقول من أجل ذلك أرجو، يعني الرجاء رجع لي تاني، غمرني، ترجمة جايبة لك غمرني الرجاء، اتمليت رجاء، فاض علي روح الرجاء، حالتي تحولت خالص. نتيجة ايه؟ انت مركز على ايه؟ فالقلب الشاكر هو بيركز على الحاجات الحلوة، بيبص لورا ويقول لا عمل معايا، انا ما اقدرش انساله، وقفته في الموقف دوت، احسانه ليا، عبوره بيا الازمة دي، سندته ليا في الموقف دوت، ايده شفتها في القصة ديت، شجعني، بعت لي حد، انقذني في الموقف دوت. فانا بقعد اتذكر ده، وانا قاعد اتذكر روحي بتبتهج وروح الكورس بيفيض فيا والرجاء بيملاني من جديد. عشان كده انا ادعو في اول الحلقه اي حد بيتابعني، اتدرب على انك تفكر في الحاجات الجميله اللي الرب عملها معاك. اتحدى الرب عمل معاك حاجات رائعه جدا وعظيمه جدا، اتذكرها، قولها، فكر فيها، رددها. هتتفاجئ ان انت حصل لك نقله من الياس والاحباط والمراره الى فرح ورجاء وايمان. وده اختبار انا بسميه اختبار ارميه المغير يعني. ايه سمات تانية ممكن؟ حاجه كمان، الشخص الشاكر هو شخص بيعرف يشوف الحاجات الحلوه وسط الحاجات الصعبه. يعني وسط المشهد الصعب هو قادر يشوف حاجات كويسة، مش بس بيشوف الوحش، لا بيشوف الحلو كمان، ويبقى قادر يقول لا أنا عندي حاجة حلوة عايز أشكر ربنا عليها. أخذ نموذج للفكرة ديت، مرأة شونامية. مرأة شونامية ما عندهاش ابن عقيمة، وكان بالنسبة للمرأة في العهد القديم إنها ما عندهاش نسل، يعني دي أسوأ حاجة، نوع من العار يعني. عار، مزلة، يعني أسوأ حاجة. بيمر عليها رجل الله أليشع، هي شعرة ببركة أنه رجل الله بيعدي وعايزة تكرمه، فبتعمل له علية. هي شايفة الجمال اللي هي فيه، أنه فيه رجل الله وفيه بركة، ومش منحنية تجاه حتة أنه ما عندهاش نسل والدنيا عندها سودة ومتدمرة ويائسة. لا، هي قادرة تشوف الجمال اللي موجود. ولما أليشع لقاها عملت لهم علية واهتمت بيه، قال أنا عايز أعمل لها حاجة. فسأل يعني إيه؟ قالوا ما عندهاش ابن. فبيسألوها نعمل إيه ليك؟ قالت لهم أنا ساكنة وسط شعبي، أنا شاعرة بالأمان، أنا وسط شعبي وسط ناسي، أنا عندي بركات. يعني هي شايفة البركات، مش شايفة الحتة اللي هي ناقصة عندها، إنه ما عندهاش ولد. هي متألمة منها أكيد، بس عارفة تشوف الحلو. إنما أنا ساكنة وسط شعبي، وأن رجل الله الذي عبرنا المقدس، أنا متباركة بحاجات تانية جميلة. أخدك مثل عكسي يوضح الصورة. رحيل. أيوة. جميلة. محبوبة من بابا مدلعها، ويعقوب بيحبها واشتغل عشان 14 سنة، وكل حاجة جميلة جدا، وعايشة يعني في كل حاجة، بس ما عندهاش ولد، الدنيا مسود، عايزة أموت.
وتقول لي يعقوب هب لي بنينا والا فانا اموت، مش عايز اعيش. طب انت عندك حلوه، لا انا مش شايفه ده. وابتدت تبقى عندها مشكله معليقه، وابتدت تبقى عندها افكار هعمل ايه، وتعبانه متلخبطه وحياتها مشوهه. وقالت جمل صعبه جدا تعبر عن لخبطه روحيه. الشخص اللي مش بيعرف يشكر روحيا بيضعف ويتلخبط. في علاقه بين قوه الحياه الروحيه وحياه الشكر. اوعى نستهين بالشكر. ايوه. لانه ترمومتر روحي. اللي بيشكر روحيا حياته بتعلى ويرتفع. وعدم الشكر وعدم الرضا والتركيز على اللي مش عندي بياخدني لتحت. يس. ويحبطني روحيا ويفقدني قوتي الروحيه. فرحيل اتلخبطت وقالت كلام صعب، حتى لما جابت الولد عن طريق الجاريه سميته نفتالي. نفتالي يعني خناقه. سمت الواد خناقة، حاجة مش معقولة يعني. مصارعات الله صرعت أختي وغلبت. طب أنت فين؟ أنت بتلخبطة خالص. التركيز على الحاجات اللي مش عندي وأنا مش شايف الحلو اللي عندي بيلخبطني. أيوه. أسيس ريمون كان بيقود التسبيح فقال جملة فرقت معايا قوي وهو بيقود التسبيح. مركزين معاك ما تقلقش. فقال إنه ما تخليش إبليس ياخد عينيك وياخد قلبك من انك تشكر الرب علشان شويه حاجات ماديه عينيه وقتيه مش عندك، فاكر؟ فحقيقي الجمله اللي قالها دي اتبروزت مش معايا بس مع ناس تانيه كتير، حتى واحنا بنتكلم بعد الاجتماع لقيت ناس بتقول فعلا اوقات ابليس بينجح معانا ان هو يسحب عينينا ويحط عينينا على المنظور اللي مش عندي الوقتي الغير دائم المتغير الفاني الزائل، ويفقدني حياة الشكر والتسبيح والعبادة. إن أنا حتى ببقى مش عارف أعبد، مش عارف أعبد الرب، مش عارف أتكلم معاه، مش عارف أسبحه، لأن أنا عناية على حاجات وممكن يبقى عندي برضو نوع من المقارنات بين أسيس ريمون عنده وأنا مش عندي. مديله مواهب كذا ومش مديني، مستخدمه كذا ومش مستخدمني، مباركه ماديا ومش مباركني، عنده عربية إيه وأنا مش عندي، عنده شغل إيه وأنا مش دايما المقارنات دي بتسحبنا وتودينا لحتة تانية بعيدة تماما عن الرب. فنلاقي عدم الشكر، عدم الشكر واللي هو ممكن هنقول عليه تذمر، وعدم القناعة تلاقيه عالي كده فيخليك مش شايف، ذهنك مقفول، قلبك مقفول. مهما بقى الأسيس ريمون هيقعد يسبح من هنا لبكرة والأسيس يونسان هيوعظ من هنا لبكرة، لكن أنا قاعد ديد على الكرسي. إيه رأيك يا أسيس؟ أنا معاك جدا في الحتة دي، لأنه أوقات كتير ده بيحصل معايا أنا شخصيا. يعني أنا لما بيطلع مني جملة زي كده، أنا طلع مني جملة من حاجات أنا مختبرها في حياتي، إنه ألاقي عدو الخير ياخد عيني على حاجة مش عندي. فبسبب الحاجة اللي مش عندي دي ومكبرها لي قوي ومخليها انك ازاي تبقى كده، دي مش عندك، وانت ازاي الحاجة دي، انت مش هتعرف تعيش من غيرها، وابقى ناسي كل حاجة انا عايش فيها حلوة والرب عملها معايا، والرب متكلم على حياتي انه هيعمل حاجات تانية، وسايب كل ده وماسك انا بقى في الحتة دي. فاروح اكتئب واروح اتخانق واروح اتزل واروح ابقى مش حاسس بوجود الرب في حياتي واروح اشكي. فحسيت في وقت من الاوقات هو ايه اللي انا فيه ده؟ فوق لنفسك. ايوه. يعني في ايتين في المزامير بحبهم قوي في فكره الشكر دي، يقول لك ذابح الحمد يمجدني، وكانه ماسك الحمد ده حد بيتذبح بيموت، ممكن تبقى موجوع وهي دي الذبيحه. أيوه. انه حمدك ده طالع من وجع وطالع من ألم، بس وانت بتحمد الرب ده تمجيد ليه. ان ذبيحتك دي طالعه من موت. الآية الثانية يقول سكت وهدأت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. أقول لنفسي اللي واخداني في الرغبات والشهوات اهدي واسكتي كده شوية وبصي على الرب، اكبري، خلي عندك ضبط نفس. بقول لنفسي اظبطي نفسك، بصي على الرب، بصي على اللي ربنا مديهولك واللي هيعمله معاكي. يعني ربنا يدينا ان احنا نعيش حياتنا كده، وعدو الخير ما يسحبناش في حته واحنا غفلانين. انا فارق معايا التعبير اللي قلته دلوقتي يا سليمون على فكره تضخيم
الاحتياج او الحته اللي مش عندي، لانه دي لعبه ابليس الشريره. يس. وعلى فكره فعلا بتجيب اكتئاب، يعني في ناس عندها اكتئاب وهي مش مدركه ان المشكله عندها، لان انا شايف بس اللي مش عندي. صح. كنت وانا بفكر في الحلقه تذكرت انه اخاب الملك كان عايش في قصر من العاج، حاجه رهيبه، غنى مش معقول وعنده كل حاجه. وبعدين مره بيبص كده لقى الحقل بتاع نابوت اليزرعيلي، فقال ينفع يبقى حقل يعني اعمل فيه كده فول وعدس وحاجات كده يعني بكليات يعني، فعايز ياخده يعني. وراح طلب من نابوت، نابوت يقول له ما اقدرش، ده ميراثي، ما اقدرش اديهولك. يقول الكتاب انه روح مكتئب ومغموم، مش عايز ياكل، مش عارف ينام. انت تقري مثلا تقول ايه هو، في ايه، هو عندك ايه كارثي مثلا، ايه يعني لو في حقل جنبك صغير ما خدتوش، خد يا اخي في اي حته تانية واعمل عادي يعني. لا انا عايز دي، وازاي دي مش عندي، واخدت مراته تقوله في ايه يعني، مش عايز ياكل ومش عايز ينام ومكتئب. الكتاب يقول عنه كده عشان قالوا لا على الحقل الصغير بتاعه نابوت، مكتئب وعايش في قصر وعنده كل الامكانيات، هو ملك عنده كل حاجه. فتضخيم الاحتياج اللي عندي واحده من اسهم العدو الشريره اللي بتخلي ناس كتير كئيبه وبتفقدني سلامي وفرحي وقوتي، وعندي حته حلوه كتيره جدا محتاج اشكر عليها وافرح بيها واقول اه انا عندي حته دي مضايقاني انها مش موجوده، بس اتس اوكي انا هحطها قدام الرب، ولما الرب يحب يعمل حاجه فيها امين، بس هفرح باللي عندي، هشكر في اللي في ايدي لاني متبارك وعندي الكتير. هللويا هللويا. ناخد سيما كمان ونرجع نسبح الرب. انت قلت حاجه عجبتني، موضوع المقارنات. القلب الشاكر هو قلب بيعبر فوق المقارنات. مقارنات لازم تجيب تذمر، لازم يعني، ده لو عايز نقول نوصف لحد ازاي تتذمر فالمقارنه هتقودك، وبتبقى فخ شرير. وانا بقول تعبير في مصر دايما اقول احنا تقريبا المقارنات دي رضعناها، يعني داخله جوانا، الفكره منتشره كده سهله. ولازم نبقى واعيين ليها، انه انا ليا خطه خاصه، انا متميز جدا، رب ليه مقاصد في حياتي. yes. ما بصش على غيري عنده ايه، هشكر على اللي عندي وهفرح باللي عندي وهشوف صلاح ربنا في حياتي، حتى لو عندي حاجات فعلا مش موجوده، مش هقول فلان عنده وفلان وانا ما عنديش، لان ده بيكئبني وبيحميني. لكن هقول ايوه ده ما عنديش، انا مش هقول لا الامر ده ناقصني، عندي احتياج في الحته دي، هحطه بين ايدين الرب وهفرح بالبركات اللي موجوده عندي. هللويا. وهأعددها. هللويا. وهشكر رب عليها. هللويا. فقط بس ان اقولها هكتشف ان انا غني جدا. يس. وان انا عايش حياه جميله جدا وعندي بركات كتيره، فقط بس لما اقعد اتذكر دوت. انا ربنا خدني في سكه الشكر على حاجات في جسدنا، انه ببلع ريقي، اني بتكلم، الحاجات اللي بناخدها فور جرانتد يعني ان هي عادي. اني بعرف اتقلب على السرير لوحدي. ايوه. اني بقوم اكل واخد شاور، اني بعرف امشي من غير ما حد يمسك ايدي. تفاصيل كتيره في اجسادنا. بركات رهيبه احنا محتاجين نعظم الرب عليها ونبتهج ببركاته وعطاياه الدائمه. طبعا انا بقول ده غير البركات الروحيه اللي اصلا زي ما كنا بنقول دلوقتي، اللي هي يعني اعظم بما لا يقاس، لانها الابقى، لانها الابديه، لانها الاغلى. ايه يعني عندي كل حاجه في الدنيا وانا ماليش علاقه مع الرب وحياتي معرفوش وعايش في ظلام ورايح الى ظلام ابدي. قولي ايه في الارض عندي لي معنى لو انا مش عارف الرب وبعيد عن الرب؟ انا ميت. انا في هلاك، انا ضايع. بس لو الرب في حياتي انا في اعظم بركه ممكنه. وهنقدر نعيش من غيرها ونكون فرحانين ونقدر نكمل. لان هي مش نهايه الدنيا. لا. يا رب ساعدنا النهارده نبص دايما للنص الكوبايه المليان. نركز على الحلو اللي عندنا. يس. ونشوفه ونقوله. ونردده. مهم قوي. ونسمعه لنفسنا. يس. طول الوقت. هللويا. كل الماضي بيشهد ليك. يس. هللويا. ورعايتك لينا. كل الماضي بيشهد ليك.
يشهد لي ولحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا كل الماضي بيشهد ليك ولحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا ما بننساش ما بننساش الايد الحلوه اللي تمدت وقت الازمات ولا ننساش ولا يمكن ابدا راح ننسى تعزياتك في الالمات كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في ايديك بالحمد يشهد لك فينا ما بننساش ما بننساش النعمة اللي بترفع وتصون وقت الضعفات قوة دمك قوة دمك وشفاعتك والروح يشفع فينا بأنات كل الماضي بيشهد ليك ولحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في ايديك بالحمد يشهد لك فينا يا منسينا يا منسينا امنتك لينا وخنا القلب اللي ما سبناه واما رجعنا واما رجعنا في لحظه لقينا حبك صادق ما بتنساش كل الماضي بيشهد ليك ولحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في ايديك بالحمد يشهد لك فينا هاليلويا هاليلويا عايزين نروح لسمة تانية من سمات القلب الشاكر أنا نفسي أقول حاجة قبل ما أقول سمة فضل الشعار أو الآية اللي احنا واخدينها للبرنامج شكروا في كل شيء نفسي نبص عليها لأنها في حاجة غالية جدا محتاجين ناخد بالنا منها بيقول كده تسالونيك الأولى 5:18 اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله المسيح يسوع من جهتكم الشكر هو ده مشيئة الله ليا ده قصد الله ليا لأنه كأنه الحياة لا تستقيم بدون الشكر الحياة تتلخفن إبليس يدخل بقوة في المشهد إن غاب الشكر إبليس يحط رجله الشخص اللي في حياته تذمر والبيت اللي فيه تذمر العدو يحط رجله وده محتاجين نبقى واعيين للقصة الموضوع مش بسيط كأنه حاجة لطيفة نشكر وما نشكرش وحتى مرات ألاقي الناس إيه يقول لك أنا اليومين دول متضايق ومش بشكر كأنه حاجة بسيطة يعني نو مش حاجة بسيطة ده كارثة هتتلخفن كلها إبليس يدخل في المشهد على طول لأنه لأنك بتديله مكان بفتح بتديله ما بتقوله ادخل ف عدم الشكر أنا كاسر مشيئة الله في حياتي ومعناها إيه بقى؟ معناها أني لا أستطيع أن أختبر كل البركات الروحية الباقية كلها عشان أنا مش شاكر كأني قفلت الباب على نفسي وعطلت البركات أنها توصل لحياتي هقولك مثلا حاجة للتأكيد على الفكرة كم حد بنسمعه في حياتنا من الناس اللي في الكنائس والمؤمنين وبيصلوا عايز أعرف مشيئة الرب في أمر دوت ويقول لك ايه ربنا مش بيرد عليا طب هعمل ايه طب حد يديني مشوره حد يساعدني حد يفهمني يا ناس ونقول له لا بس ربنا بيرد لك بس ما بيقوليش فهي سؤال مهم انت عايش مشيئه الله العامه لكل المؤمنين هتعرف مشيئته الخاصه في حياتك طب مش عايش المشيئه العامه مش هتعرف مشيئه الخاصه مشيئه العامه اني اشكر فكل المتذمرين وغير الشاكرين مش ممكن ربنا هيقول لك رد
على اعمل دي ولا اعمل دي، اسافر ولا اقعد، اتجوز ده ولا مش عارف اعمل ايه، اشتغل دي ولا، مش هيقول لك، مش هيقول لك، انت قافل الباب على انه يكلمك لانك كاسر المشيئه. اراده الله قداستنا، واحد كاسر القداسه وعايش حياه متلخبطه وحياته كلها فيها ضعفات وخطايا، وقال لك ربنا مش بيرد عليا وانا عايز اعرف مشيئته اهو، وهو اللي ما بيردش، قال يعني ربنا اللي غلطان. اوكي؟ عيش في نقاء. انت مش هتعرف تسمعه وانت الدنيا متلخفنه، مش عارف تسمعه، انت في حاجه فصلك عنه. ايوه. عيش في قداسه، عيش في نقاء، قدم توبه، اقعد قدام الرب، اغتسل بدم الحمل، تنقى قدام الرب، اطلب القلب النقي، هيكلمك. أيوة. لانه بيحب يكلمك، لانه عايز يعلن لك مشيئته. بس لو انت كاسر المشيئه العامه، قداسه، الشكر، هيكلمك ازاي؟ فعشان كده بقول الشكر حاجه غاليه جدا. حياتي لن تستقيم الا لما اكون في حياه الشكر، ولو انا مش عارف اعملها انا اقعد اقول له علمهاني، خد بايدي، دربني على السكه ديت، افتح عيني على اني اشكر ازاي. فالحته دي كان نفسي اشجع بيها ناس كتيره، لو طالب مشيئه الرب في حياتك في قرار عايز تاخده ايا كان القرار، اولا انت بتشكر الرب؟ انت عايش حياه الشكر ولا في تذمر دخل حياتك وفي حزين وزعلان من ربنا، ومرات تبقى متضايق منه، مش عاجبك اللي بيعمله، وتقول انا عايز ارادته. مش هتعلن اراده الرب ليك الا وانت راكع قدامه وتقول له انا ممتن ليك على كل اللي انت عملته في حياتي من بركات روحيه وزمنيه ايضا. هللويا. فده جزئيه مهمه جدا، مهمه جدا، مهمه قوي. يا حضرتك قلت انه مش بس الشكر، انه المهم جدا، لانه وصيه كتابيه، وانه مشيئه الله وقصده لينا ان احنا نعيش حياه الشكر، لكن ده هيخلينا يحجبنا على اللي الرب عايزه لينا. yes. ودي حاجه صعبه قوي تفصلنا. فبالتالي انا عايزه اروح في الحته دي برضو، عايزه اروح للصلاه والعباده يا سيس ريمون، انه لو انا مش داخل في الحته دي انا مش هعرف اصلي ومش هعرف اسبح، وبالتالي العدو هيركب وروح الياس هتدخل، فبالتالي انا مش هكون ولا فرحان ولا سعيد يعني، ولا عندي سلام. ما هنتكلم بعد كده عن الشكر يخد للسلام. مزمور 118 بيقول احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. لو انا مش شايف صلاح الله احمد، يعني في الحته الاولانيه دي مش هتيجي ان انا احمده وان انا اسبحه. ممكن اسبحه مع الجماعه في الكنيسه، يعني ممكن ابقى وسط الجماعه كده، لكن التسبيح والشكر الشخصي ده مش موجود. وانا قصدي بيها انه هيفصلني عن العلاقه. يس. هيفصلني عن العلاقه. مظبوط. ده حقيقه. يعني روحيا تلاقيني اتطفيت. ايوه. اتقفلت. ايوه. وعلى فكره في ناس ما بتنتبهش لفكره الشكوى الكتيره على اعتبار انها مش تذمر. وبرضه دي حته مهمه. يعني نقعد قاعده دلوقتي نتكلم عن ايه؟ الاقتصاد وحش. والدنيا غاليه. والناس مش هتعرف ايه؟ والعيال دي هتطلع، عيالنا هيطلعوا يعملوا ايه في المستقبل اللي مش عارف شكله ايه؟ الاجواء دي تحس ابليس بيتحرك فيها، فتلاقيك اتطفيتي منها. تعالى نعمل قاعده ثانيه ونحكي فيها. ربنا عظيم جدا، ده بيعمل حاجات جميله، ده واقف معانا، ده بيتمجد معانا في امور حلوه. تلاقي الرجاء والايمان انعش روحك. انا بقول دايما الشكر والكلام عن الرب وعظمته بيغير مناخ المكان اللي احنا قاعدين فيه. yes. الجو بتاع المكان. yes. ويغير جوايا روحي، انا نفسي تختلف، ومناخ اللي حواليا يختلف. انا بقول في بيوت مليانه كآبه عشان الاحاديث فيها كلها عن الدنيا وحشه والناس وحشه وما فيش حد كويس والخدام غلط والمؤمن غلط والكنائس غلط والاقتصاد غلط والحروب بيبقى في نبوات مخنوق. كمان يا سيس بيبقى في نبوات بقى في العدد دي، اللي جاي صعب. ايوه. واللي جاي مش أيوة. بيبقى في يعني حتى كمان مش بس انت بتعلن الحاجات، في نبوات انه اللي جاي صعب، والعيال دي مش عارفين ان الايام اللي جايه عليهم مش عارف شكلها ايه، واحنا اصلي على كف مش عارف مين. اجواء بقى تقيله. يس. والناس تحس جواها اتقفلت. فانا بقول دايما العكس، الشكر يفتح اجواء الاماكن اللي احنا موجودين بيها، فتتنفس هوا السماء، تحس الجو جميل،
في رجاء، في راحه، في ايمان ملأ قلبك، في سلام ملأ قلبك وجواك ومناخك حتى اجواء القعده اللي انت قاعدها. والعجيب ابليس لا يحتمل الشكر، لانه قوه. انت بتمجد الله، ذابح الحمد يمجدني. انت بتمجد الله، وحيث يعلن مجد الله لا يحتمل ابليس هذه الاجواء، يجري فورا. فالبيت الشاكر والشخص الشاكر واللي جوه قلبه شكر، ابليس يجري ما يتحملش الاجواء دي. هللويا. لانه في اعلان مجد لله، في حضور للرب في المشهد. هللويا. هات العكس. بيربع ويقعد، واحنا مش فاهمين ليه، وحاسين الموضوع بسيط. انت قاعد بتشتكي، انت قاعد بتشتكي، الدنيا وحشه، الاحتياجات اللي مش عارف ايه. طب ما نقول لا، ده ربنا امين جدا، احنا وسط الاجواء دي، بس الحقيقه لم يعوزنا لشيء من الخير. احنا ماشيين في تحديات، بس شايلنا. هو فعلا الجو الايام دي ازمنه صعبه، بس احنا مسنودين. كان لسه احنا لينا حد كبير سندنا. كان لسه كنت بتكلم مع حد قبل الحلقه، وكان بقالي وقت ما كلمتوش، وعرفت انه هاجر، وبعد كده قال لي كان وقت صعب قوي بس ربنا سندنا. كان وقت صعب بس انا شفت ان الرب ايدين الرب. فالكلمه دي فرقت معايا، انه اوقات كتير في الوقت الصعب ما بنشوفش ربنا اللي سندنا مع انه سندنا. صح. لما بنعلنها الاعلان نفسه. انت قلت كلمه كمان حتى التنبؤ على اللي جاي. يعني انا من الناس تقول لك مثلا الدنيا وحشه، ايه بكره؟ انا دايما اقول حتى في المنبر عندي في الكنيسه، اقول لهم بكره جميل جدا. جاي منين انت الاعلان ده؟ جايبه من السماء، عشان هو معايا، عشان هو جنبي، عشان هو مسؤول عني، عشان هو ولي الحي، عشان هو مهتم بيا. فانا مطمن جدا عليه، مطمن على امانته وصلاحه. نعم. هللويا. معانا تليفونات. ينفع نقول معانا الاخ مسعد من مصر. اهلا بيك اخ مسعد. اهلا وسهلا. ربنا يبارك ويبارك في العشيش ومسان وحق المرنم. ربنا يبارككم. ربنا يبارك. شكرا ليك اخ مسعد. كان عندك سؤال او مشاركه؟ اسفه جدا احنا فقدنا الاتصال بالاخ مسعد. معانا الاخت نيهال من لندن. سلام ونعمه يا اخت منال. برحب بحضرتك وبحضره القسيس يوناثان، ومبروك لحضرتك يا اخ ريمون. ما كنتش اعرف انك بقيت قسيس. شكرا. شكرا. ويستخدم كل موهبه فيك لمجد اسمه القدوس. بصلاتك. وبمناسبه عيد الحصاد اللي جاي الاسبوع الجاي، كل سنه وكل قناه الكرمة بخدامها المباركين طيبين وشاكرين. امين. وبتحد مع حضرتك يا حضره القسيس يوناثان، اللي يساعدنا فعلا ان يكون اسلوب حياتنا اور لايف ستايل اللي هو الشكر، المفتاح المهم جدا اللي حضرتك ذكرته، ان احنا نبص لماضينا ونتذكر كل الامور الجميله من حمايه ورعايه وستر ونعم وبركات، ونرددها زي ما المرنم كلمات الترنيمه الرائعه اللي بتقول بفتكر لك كل خير. وعلى فكره لو حياتي امتلأت بالشكر مش هلاقي وقت اساسا للتذمر. ومن احلى الكلمات اللي اتكتبت في الترانيم يمكن القسيس ريموني عبدني بيقول حبك يكفي ان يمحي كل ذنبي، لو حياتي اقضيها اشكر عمر ما عمري هيوفي. وعايزه كمان اقول حاجه على الجمله اللي قلتيها برضو، انه القسيس بيسحب عينينا من على الحاجات اللي مش عندنا، وده بيحصل كتير قوي للاسف. وعدد كبير مننا بيبص على النص الكوباية الفاضي وبينسى خالص ان النص التاني مليان، مع انه من واحنا صغيرين في مدارس الاحد علمونا ترنيمة اشكر ربك على كل اللي عندك، علشان اللي عندك ده حلم كبير لناس كتير. انا هختم كلامي بسؤال حضرة القسيس يوناثان. ساعات يا حضرة القسيس لما بنتكلم مع اصدقائنا عن اهمية الشكر وقت الالم، بنتهم ان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، وانتوا يا مؤمنين بس بتوع وعظ على المنابر. فهل من الحكمه اننا نوعظ الناس في المهم وانه لازم يشكروا رغم كذا وكذا، ولا الافضل ان احنا نمضي وقت في الصلاه من اجلهم ومن اجل رفع الوجع، وان الرب يرفع المهم علشان هم بالفعل يقدروا يرفعوا عينيهم للسماء ويشكروا الرب؟ وهل الله بيصعب عليه من الناس اللي بتتذمر
وما بتعرفش تشكر وقت التجربة ولا بيقدر مشاعرهم هما بيمروا في وقت ضيق وصعب. ومعلش آخر حاجة، حد قال لي إن الله لا يرحم الإنسان المتذمر أبدا، والدليل إن شعب بني إسرائيل لما تذمروا في القديم ما طبطبش عليهم ولا قدر مشاعرهم، لكن أرسل لهم الحياة علشان تمدحهم. فإيه رأي حضرتك؟ أرجو التوضيح والرب يبارك. شكرا. بشكرك جدا أخت نهال. معانا الأخ مسعد رجع معانا مرة تانية، أهلا بيك. ممكن أكلم حضرة أسيس؟ تفضل، هو سمعك. جناب الأسيس قبل الأياد يا مولى، أهلا بيك يا أخ مسعد. أنا من كنيسة كويلة الجمعة. أهلا بيك. أنا عاوز أكلمك في حاجة مهمة. أبراحك الكنيسة كده أن الكنيسة لا تتباعها 90% من خارج الوكالة ومفيش حد من الوكالة، فهمت إزاي؟ بتوصل اجتماع في يوم الأحد، مع إن في أحياء جنبك زي العدوية وزي الشارع بدأت جديد، يوم الصحيين بيروحوا بس لهم ياخدوا تراب بتوع يوم الاثنين، انت عارف بتوع يوم الاثنين، ولا همش علاقه بالكنيسه في اي يوم، لا اجتماع شباب ولا اجتماع شابات ولا اي حاجه. هل دي نتيجه ما فيش انتقاد؟ او انا سامع في ناس قالوا لي ان في حدود ما بتقدرش تخش الكنائس دي عشان في حدود ما بين الكنائس، مع ان الكنائس ديت يا ابونا سامح لي ان انا اقول ما بتعلمش حاجه، والشباب ما بتعلمش حاجه، في جيل اول وجيل ثاني مندمج في السجاير ومندمج في الشيشه ومندمج في كل حاجه، ورغم كده بيخشوا ويتناولوا ويخشوا مش عارف ايه، ومفيش حد بيقول لهم يعني ان ده غلط وفي خلاص والمسيح خلاص وفي بتاع. فانا عاوز يعني مرونه كده انك تخش الحتت ديت وتروح بالكنيسه وتيجوا وتحضروا وتنبطوا في الكنيسه، انا بحس ان كل اللي بيروحوا الكنيسه بتاخد رب ولهمش علاقه بالكنيسه غير الاجتماع الاول. امين. بشكرك جدا يا اخ مسعد، بشكرك جدا على المداخله وعلى غيرتك اللي في قلبك للرب، وان انت عايز كل الناس تيجي الكنيسه. يا ابونا هو عايز كل الناس تيجي الكنيسه، كل الناس اللي حوالين المنطقه. اصل هو في كنيسه جنبنا، عشان بس مش عارف احكي كمان على التفاصيل. أيوة. لان كل العالم مش هيعرف التفاصيل. أيوة طبعا. في كنيسه جنبنا من شبرا يعرف، هم بركه كبيره، وناس بتروح هنا وناس بتروح هنا، الباب مفتوح للجميع. الكنيسة واللي بيرتاح هنا اوكي، واللي بيرتاح هنا امين. ويعني قلبنا مشتاق ان كل الناس في كل الاماكن تيجي تعرف الرب طبعا، والباب مفتوح للكل، وبصلي ان ربنا يحرك قلوب ناس كتيره تيجي وتستمتع بالرب في اي مكان تشعر فيه بحضور الرب. امين امين امين. ويكون في مذبح بالروح والحق في ارض مصر في أمين. كل مكان وكل منطقه باسم الرب يسوع. معانا الاخت هند من مصر، استاذنكم ناخدها ونكمل. اخت هند اهلا بيكي. الو مساء الخير مدام منال. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ منورين الشاشه انتوا وابونا يونسان والاستاذ ريمون. ربنا يباركوا يا رب كده وريتم ايامكم دايما. امين. وانا جدا بابونا يونسان، انا من محافظه المنيا يا ابونا، وبعزك جدا انا واهلي، ودايما بنستنى الوعظات بتاعتك بفارغ الصبر. صدقني انت نبي على الارض لشهاده حيه ليك، وبامانه شعب المنيا بيحبك وانا بحبك جدا انا وبيتي. شكرا. وربنا يباركك، وبتشجع جدا في خدمتي بيت دي، وبشهد عن المسيح من صلواتك والحاجات الحلوه الجميله اللي انا بسمعها منك، وبتشجع فعلا نفسيا وروحيا وجسديا. وربنا يباركك. بس النفس فعلا ان انا ابعت لك الرساله دي واقول لك فعلا ان الرب بيحبك جدا جدا، وانت نبي من الانبياء اللي بكل المحافظات، وان شاء الله كل الجمهوريات كلها، وربنا يبارك فيك ويخدمك دايما لمجد اسمه. امين. نفسي قدسك تصلي لي، نفسي قدسك تصلي لي عشان انا عندي سكر وبريد ابني جدا، ومعايا ابني تعبان في كاليفورنيا، عنده ثقب في القلب توسع جدا عيب خلقي. فيا ريت قدسك تصلي لي، وربنا يبارك الاسيس ريمون ويباركك يا اخت منال، ربنا يبارك دايما من مجد للمجد، وبرنامجكم ناجح، وربنا يبارك.
ربي يباركك حبيبتي، بشكرك جدا، بشكرك جدا، ربي يباركك. يعني شعب المانيا بيحبك، وشعب امريكا بيحبك، وشعب مصر بيحبك. يا سيسي ربي يباركك، نستخدمك. هنغير كده من اسيسي ونسان. هاليلويا. هي نهال سالت سؤالين مهمين جدا، بس احنا هنروح لهم في الحلقه. هي اتكلمت عن التذمر، واتكلمت على اللي ايده في النار، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. فانتوا بس هتوعظونا من على المنابر والناس بتئن، وانتوا بس هاريننا وعظ. لكن هنجاوب عليهم. بس قبل ما نروح نجاوب عليهم، انا عايزه ندخل نكمل بقيه السمات للقلب الشاكر. اوكي. القلب الشاكر عنده ايمان بالرب جدا. انا رايي الشخصي ان الشكر مرتبط بالايمان. يعني لان الشكر عباره عن انا عارف الهي مين، عارف صلاحه، امانته، حكمته. لانه بيجي اوقات على الحاجات الصعبه والاوقات الثقيله، اشكر ازاي وانا في الم، اشكر ازاي وانا في حته صعبه. كل ما ابقى عارف هو مين كويس، عارف انه صالح جدا، مش ممكن يعمل حاجة ضدي. هو حكيم لا يخطئ أبدا. هو أحبني إلى المنتهى ودفع ثمن في الصليب لأجلي. هو قدير جدا وقادر أنه يحول اللعنة إلى بركة. الأربع حاجات دول لما بقى عندي إيمان فيهم في شخص الرب، بعرف أشكر دائما على الأمور الجميلة وعلى الأمور اللي مش حلوة. ليه؟ لأنه ليه بقول مرتبط بالإيمان؟ دلوقتي تقول لي زي ما كانت بتقول الأخت نهال برضو فكرة أنه هل ده وعظ؟ لا، ده مش وعظ. طب وإزاي واحد متألم نقول له يشكر؟ لأنه هل أنت بتعرف الرب كويس؟ آه. عارف أنه صالح؟ هتعرف تشكر. عارف أنه بيحول اللعنة البركة؟ آه، هتعرف تشكر. هللويا. لو أنا مش عارف دي، مش عارف أشكر. أنا واحدة من الحاجات فعلا شخصيا بقول بصدق فارقة في حياتي شخصيا، هذا الإيمان أنه يحول اللعنة إلى بركة. أيوة. تثنية 23 عدد 5 بعتبرها من الآيات الغالية في حياتي. يقولوا لم يشأ الرب إلهك أن يسمع لبلعام، بل حول لأجلك اللعنة. خلي بالك، لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة، لأن الرب إلهك قد أحب. هللويا. الحقيقه اللي في الايه دي بتقول بيحبني جدا. يس. ولانه بيحبني هيحول اللعنه الى بركه. هللويا. مش هيمنع ان يكون في مرار في حياتي موجود. مرار بيمنع طبعا، ده بيشيل كتير جدا يعني اكيد. بس لما بتعبر حاجات فيها وجع، فيها الم، فيها مرار، فيها لخبطه، اتفاجئ بعد وقت. وعايز احط جمله تحت كلمه وقت دي عشان اطلع ايه ليها يعني. هتفاجئ بعد وقت انه طلع منها حاجه جميله. فالايه دي تثنيه 23:5 انا بشجع بيها ناس كتيره انه يحطوها قدام عينيهم ويقولوها النهارده، ويبقى عارف انه الرب هيحط حد لامور كتير متلخبطه، وهتشوف بعد ايام من اللعنه من المراره ان ده بركه كبيره قوي. يسوع. وده عظمه الهنا وجماله وروعته وقدرته وحلاوته، انه يعرف ياخد من اسوأ الحاجات. بقول اسوأ المشاهد، هات لي اسوأ مشهد بتحكي عنه. طبعا في لحظه الحدوث عمري ما تقول لي فين هنا الحاجه الحلوه، فين هنا الحاجه الكويسه. لا، شوف الخير جواه بايمان. بالايمان هيطلع منه حاجه حلوه. امن الرب يعرف يطلع منه حاجه حلوه. الآية الثانية المرتبطة بتثنية 23:5 قضاء 14:7 لما الأسد جه على شمشون وشكه كشك الجدي. أنا أتخيل شمشون بيقول، مش مكتوب دوت في قضاء 14، إنه أنا رايح أخطب وميطلع لي أسد، هو ده وقته؟ المفروض ربنا يعني يبسطني وأنا رايح أنبسط، وإزاي المشاهد الجميلة تحول لنكد، وإيه الأسد وهيموتني وهموت وهعيش وصراع وموقف وحش. بس يقول الكتاب في عدد 7 وبعد ايام هو رجع بيبص على جثه الاسد لقى فيها عسل وكان جعان، وكانه العسل ده لانقاذه وبركته. بس يقول الكتاب بعد ايام، انا حاطط خطوط عندي على بعد ايام دي، لانك في الاول ما تشوفهاش حلوه،
النهاردة تبدو أنها ضدك، النهاردة تبكي، النهاردة تقول له أنت فين، النهاردة تقول له مش معقول أنت بتحبني إزاي وساكت على كده، طب ده ظلم، طب ده وجع، طب ده مرض، طب ده خسارة مادية، طب ده عمري بيعدي، طب ده مهانة، معايرة، خسارة، صعب يا رب، وتبقى حاسس أنه ليه وانت فين. وبعد أيام يدهشك الرب، وأنا بدقق في يدهشك، أنه يطلع من أسوأ الأمور دي ترى بركة مذهلة، فتقف تقول له مش معقول، هو أنت بتعرف تعملها إزاي؟ هللويا. ومرات لما حد يحكي لي حاجة صعبة أقول له هو أنا مش هعرف هيعمل إيه، ما أقدرش أقول لك، بس عندي يقين شديد أنه يحول اللعنة إلى بركة. هللويا. ويخرج من الجافي حلاوة. هللويا. نؤمن. هللويا. يعني عند الإعلان ده لازم تصلي. يس. أوكي. اللي في ناس كتيرة بتسمع الكلام ده، الكلام ده مهم، مهم قوي 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 قوي، والروح القدس بيهمس بير يعني لأذهان وقلوب كتير النهاردة. وأنا إذا كأسيس تصلي مع كل حد بيشوفنا ودي حالته وده كلامه ودي طريقة التفكير بتاعته، لكن بيحبنا قوي وحول اللعنة لبركة. تفضل يا سيدي. إلهنا الصالح، نعليك، نباركك، نسبحك، أنت قريب جدا لينا، أنت بتشعر بينا جدا. مكتوب في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرتي خلصهم. عايز أباركك لأنك بتشعر بألمنا. مكتوب وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. شكرك يا رب. أي حد دلوقتي مش فاهم اللي حاصل معاه، بيبكي، موجوع، خايف، حزين، مكسور، متألم، بيعاني من مرض مش شايف معنى للي بيعبر بيه، ومش شايف حاجة كويسة، شايف خسائر، شايف ألم، شايف سنين بتعدي ومفيش حاجة بتحصل، شايف حزن، شايف لخبطة يا رب، زوجة شايفة عيالها بيتعبوا عشان الزوج صعب، بيت بيعاني عشان أمور مادية قليلة، يا رب كل حد الوقت بيعدي بتجربة، متألم، موجوع، مش شايف أي حاجة كويسة، حط إيدك عليه دلوقتي يا رب. يا رب اسند كل ولادك اللي بيعدوا وقت تقيل، طبطب عليهم وطمنهم إنك في المشهد، ولأنك في المشهد ولأنك معاهم هتحول اللعنة إلى بركة. نعم يا رب. الغمامة اللي حطها إبليس تتكسر دلوقتي اسمه. وعينيهم تشوفك ماشي فوق المية جاي تنقذهم، عينيهم تشوفك الممسك بيمينهم اللي بتقول لهم لا تخف أنا أعينك يقول الرب. هللويا. يا رب تعالى طبطب على كل حد متألم دلوقتي وهدي ألمه وشجعه وطمنه أنه يا رب بعد أيام سيرى مجد وسيرى خير وسيرى عظمة عملك وصنيعك يا رب، وأنه يقدر يقول أنتم قصدتم بي شرا أما الرب فقصد به خيرا. يا رب أشكرك، كل شر، كل حاجة موجهة، كل حروب شيطانية، كل ضغوطات بيعدي بيها أولادك تحولها إلى أمجاد وبركات واختبارات باسم الرب يسوع المسيح. اختبارات. بنادي يا رب على ناس بيعدوا بوقت صعب، أعلن إيمان إنك توريهم إيديك القديرة، يطلعوا باختبار ويقولوا حقا قد رأينا الرب، يقولوا بسمع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناك. يا رب كل حد دلوقتي بيتابعنا في أتون نار، اتمشى معاه، اتمشى معاه، يشوفك الرابع الشبيه بابن الآلهة، يشوفك ماشي معاه وتخرجه من أتون النار ولم يكن به ضرر، لكن القيود بس تتحرق ويخرج ولادك أحرار أنقياء ممتلئين بالقوة، مترقيين ترقية روحية، داخلين لأعماق جديدة معاك يا رب. سلام لكل منزعج الآن، طمأنينة لكل خائف يا رب الآن، راحة لكل موجوع الآن، تشجيع لكل حد شايف السكة طولت ومش شايف أي خير يا رب.
ادي بعين الإيمان يرى الخير. نعم. ويرى بالإيمان وبعد أيام سيجد عسل من جثة الأسد. باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. يا رب أعطي الناس بتتابعنا دلوقتي حتى ودموعها نازلة. نعم. يطلع منها كلمة شكرا. نعم. لأنك صالح. نعم. شكرا لأنك أمين. نعم. شكرا لأنك لن تتخلى عننا في وقت التجربة. شكرا لأن هنشوف إيديك. نعم. شكرا لأنك هتحول. أيوة. اللعنة. أيوة. إلى بركة. أيوة. في اسم الرب يسوع. لكل المجد يا رب. أمين. 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 معنا تليفونين استأذنكم ناخدهم ونروح نسبح ونعلي الرب مرة تانية. معنا الأخ وديع من مصر. أهلا بيك أخ وديع. أيوة مساء الخير. أهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. ربنا يبارك حياتك. ربنا يبارك ويباركك. وسلام الجناب الدكتور القس يونسان ابن الكنيسة الرسولية. سلامي للقس المون. ربي يبارك. أهلا أخ وديع. شافني صعب جدا مأخوذ من تسالونيكي الأولى 5:18 أشكره في كل شيء. يا دكتور بنات احنا كثير جدا بنشكو لكن قليلا نشكر. وفي الترنيمة 315 في لفظ زمير تقول نشكرك اللهم من أجل عطاياك فالمن والصحات والحياة والحيوان. فاقبل إذن يا ربنا من أجل ذا الإحسان منا قلوبا ملؤها عواطف الشكر. نحن نحتاج أختي الغالية إن احنا نشكر في المرض كما نشكر في الصحة. نشكر في الضيق كما نشكر في الفرج. نشكر في الاحتياج كما نشكر في الوفرة. نقول نشكرك من أجل كل حال. وفي كل حال لا شكر الخانع الخاضع بل شكر المسلم. لمن يخطي بعد. نعم رب شكرا بشكرك جدا أخ وديع رب يباركك. معنا الأخت مرسى من مصر. أهلا بيكي أخت مرسى. أهلا بيكي. ربنا يكون وقت مبارك ويعني أنا عايزة أوصل سلامي الخاص للأسيس يونسان. أهلا أبويا الغالي دايما مبارك وإحنا بنحبه جدا. بشكرك كنت عايزة أوصل رسالتي إني حاليا كنت عايزة أشارك إن إحنا حالياً بنمر بظرف صعب جداً والأسيس يونسان عارف كده. لكن أنا عايزة أشكر الرب قدام الكل وأمجد اسمه لأن هو يستحق حتى في وقت الألم إن إحنا نشكره لأنه مش سايبنا ولا لحظة. هللويا. بنتي عملت عملية كبيرة في رجليها والرب عمل معاها معجزة وهيكمل في اسم الرب يسوع. أمين أمين في اسم يسوع. أمين يا مرسى. أنا بصلي معاكم على فكرة. أمين أمين أمين. ذبح الحمد يمجدني. هللويا. بشكرك أخت مرسى. بشكرك حبيبتي. زي ما كنا بنقول ذبح الحمد يمجدني. يس. فهي دخلت تذبح الحمد قدام رب وتشكر في الوجع. يعني فعلا لا. عملية كبيرة. أنا متابع معاهم وبصلي فعلا معاهم من القاهرة يعني. فهم قلوب جميلة مرسى وغالي ورب هتعظم معاهم باسم يسوع يكمل المعجزة باسم الرب يسوع. وإحنا كمان هنا من قناة الكرمة كمان هنشارككم الصلاة من أجلها وبنصدق أن الرب يتمجد ويعظم عمله وتطلعوا وتحكوا اختبار يشهد عن صلاح الرب باسم الرب يسوع. معنا الأخ أبو مهند من الأردن. أهلا بيك أخ أبو مهند. أخ أبو مهند معنا. أهلا وسهلا. تحية محبة للأخت الكريمة. أهلا بيك. والخدام الأفاضل. أهلا بيك. اسمحوا لي بهذه الكلمة. تفضل. حزين أم شاكر وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي مزمور 77:12. إن المؤمن في المسيح هو ككل الناس يختبر الصعوبات والضيقات والتجارب. قد يخسر في تجارته قد يخونه أصحابه وقد تنهار صحته وقد يتخلى عنه أقاربه. أن في تلك الظروف
يتذمر ويشتكي، وقد تطغى عليه أمور هذه الحياة وتتراكم ومن ثم تغلبه. أمين أمين أمين. بشكرك يا أخ منى ندى على المداخلة، الرب يباركك ويستخدمك دايما بركة. عايزة نرجع نسبح الرب مرة تانية. نسبح بس يعني من احترامي لإدارة الحلقة لحضرتك، أنا عايز الكلمة الله والحق الكتابي يوصل بكل قوة للناس وفي الوقت ده، لأن هو ده اللي احنا محتاجينه. فأنا موجود. أنا بس الرب حط جوايا حتة لما كنت حضرتك بتتكلم دلوقتي عن لما بنيجي نشكر الرب، وأنا مصدق أنه هو متحكم في كل الأمور وأنه يحول اللعنة إلى بركة في حياتنا. في حتة كده الرب عايز ينقلنا ليها، يمكن إحنا طول الوقت فوكس على أعمال الرب معنا. يعني أنا بقيم الرب في حياتي مثلا باللي بتعمله معايا. يعني انت عملت معايا دي حلوة وعملت معايا دي رائعة، وانا شايف الافعال اللي انت عمال تعملها في حياتي، لكن انا مش شايفك انت، انا مش شايف الطرق بتاعتك انت. ودي الحاجة اللي الروح القدس عايز ينقل ليها ولاده. انا مش عايز يا رب عينيا وتقييمي ليك في حياتي من خلال اللي بتعمله معايا، لكن من خلال علاقتي بيك. كتاب قال انه عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله. هم فضلوا يشوفوا الافعال وفي الاخر اتذمروا على الرب، لان هم طول الوقت شايفينه ومقيمين الرب من خلال افعاله العظيمه اللي عملها معاهم. بتهيألي كل اللي الرب عمله معاهم ده كان المفروض يقودوا، يعني بيموتوا في الرب، يعني يتعلقوا فيه. ده احنا لو يعني السماء انطبقت على الارض زي ما بيقولوا، ده انا مش ممكن اتذمر عليك. لكن ده اللي كان الفرق بين شعب الله وموسى. ودي الحالة اللي الرب عايز ينقلنا ليها. أسيس ريمون، يعني وانت بتتكلمي دلوقتي وشاعر من جوايا بتوبة وبإحسان وبحاجات مختلفة، والآية اللي بترن في ودني بتاعت المزمور: طوبى لأناس عزهم بك مش بأفعالك، طرق بيتك في قلوبهم. إيه اللي يحصل؟ عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا ويغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. وده اللي بيفرق كتير حتى في طلباتنا ووقتنا مع الرب، إنه أنا عايزه يعمل بس أنا عايز أشوفك في الألم. دي حتة عميقة أتمنى أن أنا أعرف أوصلها من قلبي، أتمنى أن أعرف أعيشها وأحياها وأطلبها من كل قلبي، وأن الرب يعملها في حياتي. إنه طول ما أنا شايفه في الأتون، الأتون ملوش قوة، يزيد الأتون، لكن وهو موجود الأتون يطفئ قوة النيران، قوة النيران ما يبقاش ليها وجود. وأتمنى أن احنا نبقى في الحتة دي، يعني كلنا ككنيسة كشعب. جميل الحتة قلتها دي يا سيرمون. فعلا فكرة أن أنا يبقى جوه الألم عايز أشوفه. أنا بعتبر رأيي الشخصي أنه الألام هدفها، جزء من هدفها أن أشوفه. وهربط بقى باللي أنا كنت بتقول دلوقتي. أنا فعلا مش بركز على أعماله، بس على فكرة وسط حتى أمورنا الزمنية هو بيحاول يعرفني هو مين. يعني هو يستخدم كل ظروفنا الأرضية الزمنية عشان يعرفني هو مين. لأنه أنا دايما ممكن اقرا كتاب، وده صح جدا، وبيحصل اعلانات كتابيه وانا بقرا كلمه الله واعرفه شخصيا، وده حق ورائع ولازم يحصل. بس طريقه من الطرق اللي ربنا بيخليني اشوفه فيها وتبقى بصمه في حياتي عمرها ما تنتهي وعلامه تنقلني نقلات، لما اشوفه في ازمات واحداث حياتي اليوميه واتفرج عليه في وسط مواقف حياتي وابقى بطلع من الازمه باختبار انا شفته. مش الاختبار بس خلص والألم خلص والمشكلة اتحلت، أنا شفته، أنا عرفته، أنا عرفت هو مين، بيعمل إيه، قلبه ناحيتي إيه. فالحقيقة معرفة الرب، مش كده قلت تعبير من شوية، إن الشكر هو إيمان أنا عارفه مين، أنا شفته فعرفته. وده اللي بيخلي المؤمن شاكر باستمرار. وكل ما بتنقل في الحتة دي هعرف أشكره في كل الأوقات حتى في الألم. وده مش كلام وعظ زي ما كان بيتقال من شوية، لا مش كلام وعظ،
لان كل ما بعرفه اكتر ببقى عارف اعمل دوت، ببقى عارف اشكره واقول له انا متاكد انك بتحبني رغم اني متالم. لانه دليل حبك الصليب مش الظروف. يس. الصليب اعلان حبك، ده اعظم اعلان انت اعلنت فيه محبتك ليا. وانا عن اختبار، لانه عبرت بالام في حياتي كتيره، الالام خلتني اشوفه واعرفه بطريقه اعمق، وانتهت الام كتيره في حياتي لكن بقي شخصه والنور اللي جه عنه، وده اللي النهارده ماشي بيه فارق في حياتي. هللويا. خاصه يا سيس يمكن لما بيجي في فقدان، يعني الم في فقدان يمكن فقدان الحاجات الماديه، يعني لا الرب بيعوض عنها جدا جدا. لكن لما بيجي كمان في فقدان شريك الحياة، لزوج فقد مراته أو زوجة فقدت جوزها أو فقدوا أبنائهم، وبيحسوا أنه خلاص الحياة بقت مظلمة. يعني أنا بشوف ناس عايشة الحياة دي مظلمة متألمة، ويمكن حتى بمرور الوقت ولما بيعدي الوقت وبيجوا يتذكروا اللي فقدوهم في الذكرى السنوية مثلا بتاعت رحيلهم، بيرجعوا لنفس الألم مرة تانية، وإبليس يبقى قاصد يروح يدوس على الوجع ده تاني ويفجر الحزن ده تاني ويلفنا في الحزن ده تاني. وده مش يعني سواء كنا بعيدين عن الرب أو مؤمنين، لأن إحنا بشر ومعرضين، عندنا مشاعر. بس التميز في الوقت دوت لأولاد الرب إنه برضو بنختبر في الرب في التوقيتات دي، يعني إيه المعزي؟ لا بيعرف يعملها، أنا ما أعرفش إزاي بيعملها، ما تسألنيش، بس شفته بيعملها، شفته في حياتي الشخصية بيعملها، شفته في حياة ناس كتير بيعملها، في فقدان الأحباء والألم الرهيب في فقدان الأحباء. أيوة. لا بيعرف يعمل كده. داود يقول أبي وأمي تركاني ولكن الرب يضمني. لا الرب بيبقى أب وأم وأخ وزوج وحبيب لناس كتير، وفي اختبارات لناس عبرت بوقت دوت، مش ما بيعيطوش، مش حديد ما بيتألموش طبعا. ما بقولش كده خالص طبعا، يتألموا ويبكوا ولكن الحزن لا يبتلعه. يبقى في دموع نازله بس قلب فايض بالتعزيه. في احساس بالفقد والالم لكنه مش مكسور. بيسبح وبيعبد وبيخدم. ايوه. رغم الالم. ولما تسالي قولي انا مسنود. في تعزيه. انا مش فاهمها. يعني في ناس قالوا لي احنا مش فاهمين فعلا اللي حاصل، ما تقدرش تفهمها. بس انا حاسس في حاجه جوايا حاصله مخلياني قادر اعيش واكمل. وهذه تعزيه القدير فعلا. ودي قدرته. ودايما اقول تعزيات الرب اعظم من المنا واعظم من اوجاعنا. بيعرف يعمل دوت. بس ازاي برضه في وسط ده ابقى قادر بالايمان اقول له انت صالح رغم اني متالم. انت صالح رغم اني مش فاهم. وانت صالح رغم ان انا حزين. بس انت صالح. وانا بعمل كده بتفاجئ بتعزيات الرب، وعمل روح القدس الرهيب، روح القدس المعزي بيفيض بتعزيات عجيبه جدا، والاقي جوايا في راحه في روحي حاصله، في سنده، ويعمل بقى موقف صغير قد كده الرب معايا واحس بيه وفارق جدا معايا بسبب انه في عمل للرب في حياتي. هللويا هللويا. معانا تليفونين استاذنكم ناخدهم ونرجع نسبحها. معانا بنت الرب من مصر، اهلا بيكي بنت الرب. بنت الرب من مصر، انا اسفه جدا احنا فقدنا الاتصال، حاولي ترجعي تتصلي بينا مره تانية. معانا الاخت اميره من كندا. اخت اميره، اخت اميره اهلا. اهلا وسهلا. نعم سامعاني؟ ايوه سامعاكي. سامعاكي كويس قوي، اتفضلي يا حبيبتي. أهلا بيك. أنا كنت حابة أعمل مداخلة وأشكر الرب، الموضوع حلو خالص، بس كمان أنا عايزة أقدم له الشكر لأن نفس العادة دي اللي أنتوا قاعدينها مع الأستاذ نسان ومرنم الحلو ريمون قبل 6 شهور كان في مايو سكن،
والموضوع كان الاقتحام الالهي والقسيس اسف مثلا لما كان بيصلي صلى بجموع وانا كنت بصلي معاه وحسيت انه الرب كان بيكلمني وكنت محتاجة في حاجة يعني وكنت شاكرة على كل حاجة كنت مستنية نتيجة فحوصات وكان يعني انت كنت حعمل عملية وكده عشان عندي كان كيس على الكيس بس امنت ان الرب لمسني وعمل كل حاجة معايا بعد ما صلينا في يوم اتصلوا فيا وقالوا لا مش محتاج اي عملية صحيح الكيس موجود بس مش هحتاج لأي عملية وعشان العملية كانت صعبة علينا. وأنا لي كل الإيمان إنه الرب شفاني بالشفاء الإلهي فحبيت أشكره يعني الموضوع حلو للنهاردة والمواضيع اللي قبل كده يعني والجامعة كمان فكرتني عشان أنت ثلاثة كنتوا مع بعض في الوقت ده هللويا مع بعض وحبيت أشكره من كل يعني أنا أشكركم كثير وأنا حبيت أتصل فيك بس علشان ما أعرفش ليه ما قدرتش فالرب كرر المقابلة دي وجمعكم أنتم الثلاثة عشان يفكرني أنه أترك وأشكر الرب وأصلي وأشكركم من كل قلبي يعني شكرا هللويا مبارك اسم الرب بشكرك جدا اخت اميره بيسعدنا قوي مداخلتك ديت فرحتنا يمكن احنا نسينا تاريخ الحلقه لكن الرب عظيم ان هو بيحط سفر تذكره كده بيتعامل الرب معاملات الرب العظيمه في حياتنا بشكرك جدا الرب يباركك وبشجع كل اللي الرب عمل معاهم اختبارات يتصلوا ويشاركونا لان ده فعلا بيشجعنا وبيشجع كثيرين حول العالم انه يشوفوا ايد الرب العظيمه وهي بتتعامل ويعني باعمال الرب نغني يعني محتاجين نعمل دوت ونذيع عن هذا الاله العظيم ونخبر كم يصنع بنا كل يوم وكل لحظه هللويا نروح نرنم بقى مع سيسي احساناتك تجوطوا على راسي وعلى قلبي دور التاج اللي فوق ده كل موت الصلب ربي ده اللي خلاني اجي ساجد واحمي راسي واقول صغير بالصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير ده اللي خلاني اجي ساجد واحمي راسي واقول صغير بالصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير وافتكر لك افتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل خير هللويا هللويا افتكر لك كل خير هللويا يس نفتكر للرب عظيم الصنيع كل يوم هللويا هللويا عايزه ارجع عايزه اقول حاجه لازم قبل السؤال انا اصلي تاثرت وانا برنم مع ريمون فعلا يعني بفتكر له كل خير يس احساناته فعلا كتيره هللويا عايزه اقول حاجه بس ان الرب يسوع نموذج في الشكر متميز جدا ايوه درس الحياة. درس لانه في يوحنا 6 لما الجموع قاعده ومفيش اكل طب معاكم ايه خمس خبزات سمكتين لما ادهم له ما قالش دول قليلين ومش هيكفوا وليه ما عملناش حسابنا وهناكل الناس دي ازاي ببساطه شديده جدا شكر وكسر وزع شبعه وفاض وميجي في يوحنا 6:23 الشاهد ده جميل جدا يقول لنا انه السفن جت في الموضع اللي حصل فيه اشباع الجموع اذ شكر كانه بيحط لنا خط ويقول لما شكر حصلت المعجزه انا نفسي اقول لناس منتظره معجزات
وطالبه معجزات. الطريق للمعجزات الشكر، اني اشكره ده قليل هشكرك عليه، ده مش مكفي هشكرك عليه. المره الثانيه في يوحنا 11 عند القبر بتاع لعازر، صويت وعياط موت، مشهد قاسي، بيرفع عينه للسماء الرب يسوع بيصلي، واول تعبير طلع منه قال له اشكرك. تسمع كلمه اشكرك في موضع زي ده؟ ده موضع الموت اشكرك، ده موضع حزن اشكرك، ده الناس في حاله ياس اربع ايام وانت اشكرك. اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي، واشكرك لانك انا عالم انك تسمع لي كل حين. وكانه بيقول لنا كلنا يا جماعه الشكر مش بس على الحاجات الحلوه، ده صح جدا ولازم نعمله ويبقى ده اسلوب حياتنا، لكن كمان في وسط الالم وسط الاحتياج الشكر هو طريق للمعجزات. الشكر هو الطريق لنرى يد الله القديره تصنع عجائب. كاني وانا بشكر بفتح له طريق، بفتح له سكه، بعد الطريق، بعد الطريق، يعني انا اعد الطريق للمعجزه بشكري. ودي الايه اللي بدا بيها كان الاسيس ريمون، انا قريتها في ترجمه وعجبتني الايه، ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه اريه خلاص الله. فالترجمة بتقول ذابح الحمد اللي بيقدم شكر بألم لأنه متألم، ذابح لأنه متألم، يقوم الطريق، يجهز الطريق، بيعد الطريق لترى خلاص الله. وأنا عجباني قوي الترجمة الآية كده، إنه أنا وأنا بذبح حمدا وأنا بأشكر للرب أنا بجهز الطريق إني أشوف خلاص الله وإيد الرب القديرة في وسط الأحداث الصعبة. فنفسي أشجع كل حد عنده حاجة صعبة بيعبر بيها نفسه يشوف الرب، عظم الرب، اشكر الرب بالإيمان، قوله أشكرك أنا هشوف إيديك، أشكرك لأنك بتستجيب، أشكرك لأنك هتشفي، أشكرك لأنك هتصنع المعجزة، هشكرك على كل بنعدي بيه من ألم وجع، نعلن صلاحك، نعلن سلطانك، نعلنك ضابط الكل، نعلنك متحكم، صاحب السلطان، ديك الكلمة الفاصلة تقول فيكون، أعلن إيماني بيك رغم أن لسه ما شفتش حاجة، بس وانا بعلن ايماني هتشوف المعجزه. انا بشاور عليك بالايمان واقول لك هتشوف المعجزه، وانت بتاخد قرار النهارده انك تشكر وهتحكي ان الرب عظم العمل معك. امين في اسم يسوع. هللويا. انا عايزه نرجع تاني نرنم مع أسيس ريمون، وانا مش عارفه فاضل قد ايه على الحلقه، لو بيقولوا لنا احنا فاضل قد ايه على الحلقه، فاضل دقيقة ونص بس. ما هو انا ازاي كده؟ بس انا شايف التايمر هنا وعمال حاسس ان انا مش مركزة مع التايمر. دقيقة ونص ازاي؟ هللويا. احنا جالنا طلبة صلاة، طفل عنده اسمه فيليب، عنده ثقب في القلب وعيلته طلبت صلاة من اجله. احنا برومس ان احنا هنصلي لهم حتى لو بعد اللايف. والفتهان دي برضو نصلي لها من منيا. وبنت الرب اللي دخلت معانا عشان نصلي لبنتها من مرسى، نصلي لبنتها من منيا. الرب يعظم عمله في الايام دي ويخرج ذبائح شكر كثيره لالهنا العظيم. انا نفسي نرنم مره تانية مع الاسيس ريمون ترنيمه ختاميه ونخرج حتى المخرج يطلعنا واحنا في الهواء. عايزه اشكركم جدا، الحلقه مرت بسرعه قوي. بشكرك جدا أسيس يونسان، ربي يباركك، ومحتاجين يعني وقت اكتر ولقاءات ثانيه. امين أكتر. امين يا ريت المره الجايه تطول يعني فتره زيارتك معانا. وأسيس ريمون برضو بنبسط بوجودك معانا، انا اللي متشرف نكون معاك دايما دايما. الخدمه معاكم ممتعه حقيقي. انا متبارك بيكم. اتفضل. ربنا يبارك. انا هختم بجزء من ترنيمه وكانه رساله لينا كلنا يعني. امين. انتهر لغة التذمر، خلي عمال النعمة يكبر والإيمان يكبر ويكبر وكل مر يمر. لو زرعت الشكر عندك تحصد الأفراح في أرضك والسلام من جوه قلبك يجري زي النهر. هنتهر لغة التذمر وخلي عمال النعمة يكبر
والإيمان يكبر ويكبر وكل مر يمر. لو زرعت الشكر عندك تحصد الأفراح في أرضك، والسلام من جوه قلبك يجري زي النار. وابتدي بالشكر لو في وسط همومك أو في خوفك أو في حيرتك، ابتدي بالشكر.